توتر علاقة مجلسي النواب والدولة والتي عززها ملفا تشكيل الحكومة واعتماد الميزانية، أكد عضو مجلس النواب عمر العريبي شروع البرلمان في تسلم ملفات المرشحين للحكومة الجديدة، خطوة وصفها البعض بأنها استنساخ للمسارات السابقة ولن تنتج حراكا يدفع بالعملية السياسية إلى الأمام. فهل يصل الانقسام بين الأطراف الفاعلة إلى مراحل أكثر حدة؟ وما خياراتهم في ظل هذه الأوضاع؟ نبحث أجوبة كل هذه التساؤلات مشاهدينا في حوارية الليلة، تأتيكم بعد ساعة إخبارية مفصلة تتابعون عناوينها مع سميرة بالرحال. شكرا لك مروى. للمرة التاسعة يقال التوالي على الدولة يضع أعضاءه لانتخاب هيئة الرئاسة في جلسة رسمية الثلاثاء المقبل. وسط ازدياد عدد اللاجئين السودانيين، بلدية الكفرة تشكو ضعف القطاع الصحي وتطالب بالدعم العاجل. بينها قتل واختطاف واعتقال تعسفي، رصد الجرائم توثق انتهاكات حقوق الإنسان في يوليو الماضي بمناطق عدة. يشاركني في نشرة الليلة الزميل محمد زينوبة. شكرا لك سميرة. إذا تتابعون معنا في نقطة نقاشنا الليلة، بسبب شح المياه سكان محلة كبرعون ومنظرة بالجنوب يطالبون الدولة بالتدخل وتوفير آبار جديدة وصيانة شبكة المياه المتهالكة. نتساءل في نقطة نقاشنا الليلة عن أوضاع سكان محلتي كبرعون ومنظرة في ظل نقص المياه، وكيف يتعامل الأهالي مع الأزمة في ظل ما وصفوه بتقصير الجهات المختصة في معالجتها. وفي ليلتنا جولة على أبرز الأخبار الاقتصادية والرياضية، نتعرف عليها صحبة الزميلين حمزة كديش ومازن رجوبة. إليكما شكرا لكما. وفي جولتنا الاقتصادية لهذه الليلة، مصرف ليبيا المركزي يعلن إطلاق خدمة الدفع الفوري بين الأفراد وعدد من المصارف التجارية كمرحلة أولى. ولدينا في رياضة الليلة، بعد حوالي 10 سنوات في الاحتراف حمد الهوني يعود من جديد للأهلي طرابلس. إن كانت هذه عناوين الليلة مشاهدينا، أما أنا فأعود وألقاكم على رأس الساعة المقبلة، فابقوا معنا. أهلا بكم. يعقد المجلس الأعلى للدولة جلسة رسمية يوم الثلاثاء المقبل، من المقرر أن تجري خلالها انتخابات هيئة رئاسة المجلس. ووفقا لبنود دعوة الأعضاء التي تحصلت عليها الأحرار، يتم خلالها انتخابات الرئاسة وما يستجد من أعمال. يذكر أن المجلس الأعلى منذ تأسيسه عام 2015 تنظم انتخابات الرئاسة سنويا وتبادل عليها 3 رؤساء حتى الآن، هم عبد الرحمن سويحلي وخالد المشري ومحمد تكلا. هذا وأفادت عضو المجلس الأعلى للدولة نعيم الحامي أن المرشحين لرئاسة المجلس هم محمد تكالا وخالد المشري وعادل كرموس، بينما ترشح لمنصب النائب الأول كل من ناجي مختار ومسعود عبيد وعبد المطلب بقص ومحمد إبكدا وشكري لمغيربي. وأضافت الحامي في تصريحات خاصة للأحرار الخميس أن كل من عمر خالد وموسى فرج وخالد الناظوري وتوفيق أرجيج تقدموا لشغل منصب النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة.
معنا عبر الهاتف من طرابلس عضو المجلس الأعلى للدولة نعيمة الحامي. أهلا بك سيدة نعيمة في نشرة الليلة. إذا دعني أبدأ معك من انتخابات رئيس المجلس الأعلى للدولة وأركز على الأسماء المطروحة للمرشحين لرئاسة المجلس، وهم تكالة والمشري وقرموس. هل هذه الأسماء فقط من تقدمت أم أن هناك أسماء أخرى ستتقدم؟ هل ما زال الباب الترشح مفتوح لمن يرغب في التقديم سيد الحامي؟ السلام عليكم. طبعا اللائحة الداخلية لتنظيم العمل المجلس لم تعطي مهلة محددة للإعلان على المترشحين، لهذا نتوقع حتى يوم الجلسة اللي هو يوم 6 أغسطس يوم الثلاثاء نتوقع أحد آخر ممكن يترشح. لهذا الآن هم هذول أعلنوا والباب الترشح مفتوح حتى بداية عمل الانتخاب يوم الثلاثاء في الجلسة. طيب السيدة نعيمة، ما هي المعايير التي تضعونها في الرئيس الذي سيتم انتخابه؟ وأيضا هناك مسألة مهمة جدا لاحظنا طيلة السنوات الماضية، لا يوجد للمرأة تمثيل داخل المجلس كنائبة رئيس أو مقررة، لماذا هذا التجاهل إن صح التعبير ربما، وما الذي يمنع شغلها لهذه المناصب؟ طيب ناخذ الجزئية الأولى اللي هي المعايير. لا توجد أي معايير يعني وضعت لتكون من صفات المترشح إلا تلك المحاصصة التي وضعت بأن يكون الرئيس من الغرب، النائب الأول من الجنوب، والنائب الثاني من الشرق، والمقرر أينما كان ما فيش مشكلة. فهذه هي، لا توجد معايير شخصية، معايير مهنية، معايير في الآخر نحن أعضاء مع بعضنا اليوم 13 سنة ونعرف بعضنا، فلا يحتاج أننا بنعرف زميلي ما هي مواصفاته أو ما هو اتجاه. هذا الجزء الأول. أما فيما يخص المرأة، والله المرأة يعني تترشح، أنا عن نفسي في الدورة الماضية ترشحت لرئاسة المجلس، في الدورة هذه مترشحة للمقرر، ولكن زي ما تعرفوا ما زالت المحاصصة يعني الحصة مثلا جوج الرئاسة مثلا على سبيل المثال للمنطقة الغربية ما يروش أنها بيعطوها لسيدة، يعني احنا كل إجمالا 17 سيدة، يعني سيدة حتحكم ذلك المجلس. ما زالت العقلية الصعبة، العقلية الذكورية تسيطر على المجلس في الوقت الذي السيدات موجودات ويعنوا على أنفسهم أكثر عمل وأكثر عطاء وأقل فساد متواجدات. ولكن نصيبنا الجلسة الثلاثاء، الله أعلم هل يكون لنا نصيب في مكتب الرئاسة أم لا. نعم. طيب في الجلسة المقبلة التي حددت يوم الثلاثاء القادم، هل سيعاد فتح النقاش مجددا فيما يتعلق بقرار البرلمان سيد عقيلة بفتح باب الترشح لتشكيل حكومة جديدة، أما الجلسة تتخصص فقط لانتخاب الرئيس ونائبيه؟ لا، هي الجلسة أعلنت ببندين فقط، البند الأول اللي هو انتخاب مكتب الرئاسة، والبند الثاني مسجد من الأعمال، ومسجد من الأعمال هي شيء ممكن يكون طارئ مستعجل لربما، ولكن احنا نعرفه بأن في كل منصب أحيانا يأخذ 3 جولات، جولتين ضروريات في بعض المناصب تأخذ 3، فأعتقد أنه اليوم كامل على أنه لازم يستكمل انتخاب مكتب الرئاسة في ذات اليوم، فلن يناقش أي موضوع آخر داخل هذه الجلسة يوم الثلاثاء. يعني سيؤجل ما بعد انتخاب الرئاسة النقاش في ما تم إقراره من قبل البرلمان فيما يخص تشكيل حكومة جديدة؟ نعم، أي مواضيع تؤجل إلى بعد انتخابات مكتب الرئاسة إن شاء الله الجلسة التي تليه. نعم. من طرابلس عضو المجلس الأعلى للدولة نعيمة الحامي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. سياسيا أيضا، قال مجلس الأمن الدولي إن إحاطاته المقبلة لشهر أغسطس حول ليبيا ستقدمها نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري، وستتطرق فيها إلى التطورات السياسية والأمنية والإنسانية الأخيرة في البلاد. وبحسب مجلس الأمن فإنه ستناقش أيضا أحدث تقرير للأمين العام عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، كما من المفترض أن يقدم رئيس لجنة العقوبات المفروضة على ليبيا الياباني كازيوكي يامازاكي إحاطة حول أنشطة لجنته. قال فريق الخبراء غير الرسمي المعني بالمرأة والسلام والأمن التابع للأمم المتحدة إن المرأة في ليبيا
لا تزال مهمشة من العملية السياسية، لا سيما في عدم وجود تمثيل لها في لجنة 6+6 المسؤولة عن صياغة القوانين الانتخابية. وطلبت اللجنة في تقرير لها أعضاء مجلس الأمن أن يعززوا ضمان مشاركة المرأة بشكل هادف وآمن في النظام الرسمي للبلاد، مشددة على ضرورة التعبير عن الدعم للمشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة والآمنة للنساء الليبيات المتنوعات في الحياة العامة والسياسية، وإدانة جميع أعمال الترهيب والانتقام ضدهن حسب التقرير. قال عميد بلدية الكفر المكلف مسعود عبد الله إن المدينة تستقبل يوميا حوالي 1500 لاجئ سوداني، مشيرا إلى أن عدد الأسر السودانية النازحة وصل إلى حوالي 10,000 أسرة. وأضاف عميد الكفر المكلف الأحرار أن البلدية في حاجة ماسة إلى الدعم، خاصة في القطاع الصحي، واصفا استجابة الجهات الدولية والمحلية بالضعيفة. تتزايد التحذيرات الصادرة عن السلطات المحلية في الكفرة بسبب استمرار تدفق أعداد كبيرة من النازحين السودانيين إليها يوميا في ظل عدم قدرتها على استيعابهم نظرا لقلة الإمكانات المتاحة. المدينة كانت تعاني أساسا من ضعف في القطاعات الخدمية، ولكن الأزمة الحالية فاقمت الوضع بشكل كبير، حيث قال عميد بلدية الكفر المكلف مسعود عبد الله إن القطاع الصحي يشهد تدهورا مستمرا، خاصة مع انتشار الأمراض بين النازحين مثل الوباء الكبدي والإيدز ومرض الدرن، مما يتطلب دعما عاجلا وفق قوله. وفيما يتعلق بتقديم المساعدات، أوضح عميد البلدية للأحرار أن استجابة المنظمات الدولية والمحلية كانت ضعيفة للغاية، مؤكدا أن البلدية لم تتلقى مساعدات كافية من هذه المنظمات، كما أشار إلى الحاجة الماسة للدعم في مجالات الصحة والمياه، بالإضافة إلى معالجة مشكلة تكدس القمامة والبنية التحتية المتهالكة. تحذيرات ومناشدات أطلقتها البلدية التي قالت إن نحو 1500 نازح سوداني يدخلون للبلدية يوميا، مما يزيد عدد الأسر السودانية النازحة إلى حوالي 10,000 أسرة. وفي ظل الوضع الصعب الذي تشهده الكفرة، يتخوف مراقبون من أن تسبب موجات النزوح تغييرا ديموغرافيا، ناهيك عن المشاكل في القطاعات الخدمية خاصة الصحي منها، إذ طالت فترة النزوح. قالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة إن مكتب الترحيل التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية رحل أمس الأربعاء مهاجرين نيجيريين غير شرعيين إلى بلدهم عبر مطار معتيقة الدولي. نعم، وفيما لم تذكر الوزارة عدد المهاجرين، أوضحت أن ترحيلهم تم عبر رحلتين ضمن برنامج الترحيل الطوعي للمهاجرين غير الشرعيين، مؤكدة استمرارها بالعمل على هذا البرنامج. إلى ذلك، أفادت قوة دعم المديريات بالمنطقة الغربية بضبط عدد من المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات إفريقية مختلفة في مدينة زوارة. وأضافت القوة أن المهاجرين كانوا يستعدون للهجرة عبر البحر، مشيرة إلى نقلهم لمقر قوة دعم المديريات بالمنطقة الغربية لاستكمال الإجراءات القانونية والإنسانية وتسليمهم إلى جهات الاختصاص. قالت منظمة رصد الجرائم إنها سجلت خلال شهر يوليو حالات قتل واختطاف واعتقال تعسفي بعدة مناطق في البلاد. وسجلت المنظمة مقتل شخص داخل سجن الأمن الداخلي جدابية، ومقتل 3 مدنيين من بينهم طفل وامرأة جراء استهداف سيارتهم في مدينة العجلات، بالإضافة إلى اعتقال ناشط وصحفي بشكل تقصفي في مدينتي القطرون وطرابلس، وخطف ناشطين في مدينة مصراتة، وعدة حالات أخرى. We'll be right back.
رفضت محكمة جنايات غريان باعدام متهم قتل عمه وأفرادا من أسرته بإطلاق أعيرة نارية أمام محل سكنهم. وقال مكتب النائب العام الخميس إن المحكمة قضت بإدانة مرتكب واقعة قتل المواطنين يونس محمد حميد وكريمة عبد السيد ومرام يونس محمد، مضيفا أن النيابة العامة اختصمت المتهم أمام محكمة جنايات غريان التي قضت في آخر جلساتها بإدانته وإنزال عقوبة الإعدام به. هذا وأعلن مكتب النائب العام حبس مراقب الشأن المالي في بعثة ليبيا بجمهورية كازاخستان احتياطيا على ذمة التحقيق لارتكابه مخالفات مالية. نعم، وقال مكتب النائب العام إن المتهم تصرف في 132 ألف دولار بالمخالفة للتشريعات، بالإضافة إلى حرمان المراقب المالي السابق من حقه في المرتب وتوظيف عاملين أجانب دون أن تكون له ولاية التعاقد، وتصرفه في مال منقول مملوك للدولة عن طريق تخريد مركبات آلية بالمخالفة للنظم الواجب مراعاتها. أفادت وحدة الإنقاذ البحري تجورة الأربعاء بإنقاذ طفلتين شقيقتين بشاطئ بحر الاثنين والثلاثين بالمدينة. وأشارت الوحدة في منشور لها إلى أن عناصرها تمكنوا من إنقاذ الطفلتين داعية المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر ومتابعة أطفالهم واتباع الإرشادات خلال فترة السباحة. كما أكد الهلال الأحمر الليبي فرع الزاوية انتشال جثة مجهولة الهوية بعد ورود بلاغ من مركز شرطة المطرد. وأوضح الهلال الأحمر في بيان له الخميس أن فريق الجثامين بشعبة الزاوية الغرب توجه إلى مصيف المطرد حيث انتشل الجثة ونقلها إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية والتحقق من هويتها. أما الآن مع جولة في الأخبار الاقتصادية يصحبنا فيها الزميل حمزة قديش. إليك حمزة. شكرا لكما. بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان دعم جهود المصرف المركزي في مسار توحيده. كما ناقش الطرفان في اللقاء الذي عقد بالعاصمة التركية أنقرة ملف المحافظة على الاستدامة المالية والتوافق على توحيد الإنفاق العام وترشيده وجهود المصرف المركزي والمؤسسات الأخرى في توحيد واستقرار البلاد. أعلن مصرف ليبيا المركزي إطلاق خدمة الدفع الفوري بين أفراد التجار والمصارف التجارية الأربعة الجمهورية والوحدة والتجارية الوطني وشمال إفريقيا كمرحلة أولى، وذلك بعد الانتهاء من الفترة التجريبية ابتداء من اليوم الخميس. هذا وسيتم تنفيذ الخدمة بعدد محدود في البداية مع زيادة العدد بشكل تدريجي، والتي تهدف بدورها إلى تعزيز المنافسة في تقديم الخدمات التجارية بين شركات القطاع الخاص وإعادة هيكلة تشغيل الأنظمة السيادية مثل الموزع الوطني والدفع الفوري والخدمات المصرفية المفتوحة والحوالات المالية الفورية. أطلق مصرف ليبيا المركزي خدمة الواي باي، وهي خدمة دفع فوري تمكن المستخدمين من إجراء التحويلات المالية الفورية بين الأفراد والشراء من التجار عبر تقنية كيو آر كود وصولا إلى حسابات المستفيدين في اللحظة نفسها. من جهته أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير على التزام البنك بتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية لجميع فئات المجتمع وتشجيع التحول الرقمي. هذا وقد أعلن مصرف الوحدة عبر حسابه الرسمي عن إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني للمشتريات ضمن التحديث الجديد لتطبيقه، مما يسهل على العملاء شراء احتياجاتهم باستخدام رمز الاستجابة السريعة. وقد أشار البنك إلى أن هذه الخطوة تأتي لتعزيز سهولة وكفاءة العمليات المالية الرقمية، مما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز التحول الرقمي في القطاع المصرفي. في السياق نفسه أعلن مصرف الجمهورية عن إطلاق خدمته للدفع الفوري، مما يتيح سقوفا يومية وأسبوعية وشهرية للتحويلات بين الأفراد والشركات، مؤكدا على التزام البنك بتحسين الكفاءة الاقتصادية لعملائه وتسهيل العمليات المالية لهم. وخلال الاجتماع الذي عقد بالمصرف المركزي اليوم وبحضور نائب المحافظ
ورؤساء ومديري البنوك التجارية الأربعة الكبرى نوقشت الخطط المستقبلية لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية وإعادة هيكلة شركة معاملات لتركز دورها على تشغيل الأنظمة السيادية بما في ذلك الدفع الفوري والخدمات المصرفية المفتوحة. ووفقا لمصرف ليبيا المركزي تأتي هذه الخطوات في إطار استراتيجية أوسع لفتح المنافسة في تقديم الخدمات التجارية بين الشركات والقطاع الخاص، مما يعزز من قدرات الاقتصاد الليبي على الاستفادة من التكنولوجيا المالية الحديثة. وبالتعاون مع المستشار العالمي أوليفر وايمان يسعى المركزي لتحقيق رؤية متكاملة تدعم النمو الاقتصادي وتحفز الابتكار في الخدمات المالية. سجلت أسعار صرف سلة العملات الأجنبية انخفاضا في تعاملات السوق الرسمية الخميس، حيث سجل سعر صرف الدولار انخفاضا وصل إلى 6 دنانير و149 درهما، في حين سجل سعر صرف اليورو انخفاضا إلى 6 دنانير و654 درهما، كما سجل سعر صرف الجنيه الاسترليني انخفاضا إلى 7 دنانير و887 درهما وفق البيانات الرسمية لمصرف ليبيا المركزي. من ناحية أخرى، ارتفع سعر صرف الدولار بالسوق الموازية في تعاملات اليوم الخميس إلى 7 دنانير و30 درهما، كما ارتفع سعر صرف اليورو إلى 7 دنانير و480 درهما، بينما سجل سعر صرف الجنيه الاسترليني انخفاضا إلى نحو 8 دنانير و650 درهما. قال عضو مجلس النواب خليفة دغاري إن الميزانية الموحدة للعام الجاري وضعت بعد مقترحات قدمت بقبل لجنة مشتركة بين الحكومتين في طرابلس وبنغازي. وأشار دغاري في تصريحات لبرنامج المؤشر يعرض لاحقا على شاشة ليبيا الأحرار أن الميزانية ستقدم كافة الالتزامات المالية والديون في مجالات المرتبات والمشاريع واستحقاقات صندوق الضمان الاجتماعي التي تراكمت على مدار السنوات الماضية، مشيرا إلى تخصيص 1.5 مليار دينار سداد هذه الديون. بحث رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربو مع المدير التنفيذي بالجمعية الأمريكية الليبية للأعمال ليديا جابس سبل عودة الشركات الأمريكية للمشاركة في مشاريع إعادة إعمار ليبيا. وناقش اللقاء الذي عقد بالعاصمة الأمريكية واشنطن سبل تعزيز الروابط الاقتصادية بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية، مع أهمية الحد من مخاطر الفساد لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتطوير قطاعات الاستثمار والتجارة. نجحت الشركة الوطنية لحفر وصيانة آبار النفط في إعادة تشغيل بئر بمنصة صبرات البحرية التابعة لشركة مليتا للنفط والغاز بعد توقف دام لأكثر من 15 عاما. وأوضحت الشركة إلى أنها قامت بعمليات صيانة على الحفارة المستلمة من شركة كروسكو الكرواتية، ما أدى إلى استئناف عمليات الحفر البحري ببئر في منصة صبراتا، ما أسفر عن طاقة إنتاجية وصلت إلى أكثر من 20 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي و400 برميل من المكتفات، ما زاد من إنتاجية شركة مليتا. أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط نجاح شركة الخليج العربي للنفط في وضع بئر G91 في حقل النافورة المشترك على خط الإنتاج بطاقة تصل إلى 2000 برميل يوميا. وأشارت المؤسسة في منشور لها إلى أن البئر الجديدة بدأت في إنتاج النفط الخام بشكل فعلي، وذلك ضمن خطة المؤسسة الوطنية للنفط الاستراتيجية لتعزيز الإنتاج في قطاع النفط بالبلاد. ختام جولتنا الاقتصادية لهذه الليلة، العودة الآن إلى سميرة محمد. شكرا لك حمزة. شكرا لك حمزة. يشتكي سكان محلة جبر عون ومنذرة ببلدية بنت بيا من استمرار أزمة نقص وشح المياه الصالحة للاستخدام، حيث تعتمد المحلة على إمدادات المياه على بئر واحدة تقع شمال المحلة وشبكة مياه قديمة تعود لتسعينيات القرن الماضي. ولم تعد هذه البئر تغطي الاحتياج والطلب المتزايد على المياه، خصوصا مع النمو السكاني في المحلة. نتابع. بعد الاستماع إلى أصوات المضخات ورؤية الأنابيب والمواسير التي تقطع الشوارع والبيوت أمرا معتادا لدى سكان محلة جبرعون ومنذرة ببلدية بنت بيا، وذلك في ظل استمرار أزمة شح المياه الصالحة للاستخدام. المشاكل اللي نعانوا منها لا تعد ولا تحصى للأسف الشديد، يعني ناس من 2018-2017 المية كيف ما تشوف الحالة قدامك، ضوابه، خزانات،
شافطات خارجية وكم من مناشدات يعني وكم من شكاوي قدمناها، وللأسف الشديد ما فيش تجاوب. يعني أنا للأسف الشديد في 2024 تعتمد المحلة في إمدادات المياه على شبكة مياه قديمة تتغذى من بئر واحدة تقع شمال المحلة، لم تعد تغطي الطلب المتزايد على المياه خصوصا مع النمو السكاني الذي تجاوز 5000 نسمة تقريبا. لا من تكلم ولا من يشبح، معقولة منطقة يعني عدد سكانها أكثر من 5000 نسمة؟ احنا حولنا في المنطقة هنا 1990 قاعدة بخزان واحد، والخزان المنسوب انتعه منخفض عن الجهة السطحية. بالرغم من وعود المسؤولين الذين زاروا المحلة من المجلس البلدي والحكومات المتعاقبة باستكمال مشروع البئر الجديدة والخزان العلوي جنوب المحلة والمتوقف منذ عام 2010، لم يطرأ جديد. إلى ذلك أعلن جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بحكومة الوحدة الوطنية انتهاء أعمال تزويد 8 مناطق بأباري بالمياه الصالحة للاستهلاك. وبحسب حكومة الوحدة فإنه جرى مد أنابيب المياه لأكثر من 41 كيلومتر وتركيب 15 محطة لضخ المياه، إضافة إلى 15 خزانا بسعة 1000 متر مكعب لهذا الغرض، مؤكدة أن المناطق المستفيدة هي توش وبريك والقرارة والخلايق، إضافة إلى القلعة وخليف والفخاخة والرقيبة. وللحديث حول أزمة المياه في منطقتي جبر عون ومنذرة ينضم إلينا من بنت بي عضو المجلس البلدي عمر عبد العزيز. سيد عمر أهلا وسهلا بك. يعني هلا وضعتنا في صورة كيف يعيش السكان، كيف يعيش الناس في منذرة وجبر عون في ظل نقص المياه الحاصل لديهم؟ مرحبتين، أهلا وسهلا بكم، فرصة سعيدة إن شاء الله. أنا السيد عمر عبد العزيز سعد، عضو مجلس بلدي بلدية بنت بي. أهلا بك. صحيح، مرحبتين بكم. صحيح، محلة جبر عون ومنذرة من بلدية بنت بي تعاني من قمة النقص وشح في المياه، من لأن عدد كان فيها بئر واحد، والبئر هذا مثلا السكان عدده متزايد، وبدت المخزان توقف عن الشغل لأن الخزان المياه هذا غير صالح للاستخدام. نعم. فبدأ البئر يعني ما يغطي في المنطقة، لأن المنطقة توسعت وكبرت، وعما تناقص الضي وتقاطع الضي التيار الكهربائي يعني بدأت شح في المية يعني. وعند محلة ثانية حتى هي محلة بن حارث، حتى هي محلة بن حارث تحتاج إلى عناية بالمياه، لأن احنا بار عندهم شح في المية، عندهم بير واحد وغير صالح للشرب. يعني هذه المنطقتين محلتين، محلة اللي هي بن حارث ومحلة جبر عون ومنذرة، الحقيقة تحتاج إلى حفر بير صالح للشرب لاستخدام المياه لكي تنقص الأزمة من مشكلة المياه. طيب. وعندنا ثاني في محلة جبر عون يعانوا من الانترنت، 4G لبيانا، 4G المدار، لا توجد تغطية نهائيا، وكل العمل وكل المنظومات والتواصل الإلكتروني اعتباره بالنت. يعني نعم. النت هذا هو يعني معدوم من المنطقة هذه الحقيقة. هو قبل ذلك سيد عمر، مع أهمية ما ذكرت، دعنا في الحاجة الأساسية التي جعل منها الله كل شيء حي في هذه الألفية، منطقة ليبية ومحلة أخرى وثالثة الآن حسب ما ذكرت أنت، ألا وهي الحارث بحسب وصفك. بالحارث نعم. عدم وجود مياه صالحة للشرب أو عدم قدرة الناس على الوصول إلى المياه إلا في ظل وجود بئر أو بئر واحدة فقط، يعني الناس كيف يتعاملوا مع هذه الأزمة؟ كيف لهم أن يشربوا وأن يقضوا حاجاتهم اليومية، يعني فضلا عن اللي عنده زرع واللي عنده حشاك، وعفاك الله وعفى السادة المستمعين لربما المواشي أيضا، كيف لهم أن يتعايشوا مع هذا الظرف؟
لا، بالنسبة للبئر الشرب هذا خاص بالمحلة بالحي السكني فقط، وليس للمزارع وليس للأغنام والأبقار والإبل. نعم. لأن المزارع هذه بروح، المزارع الزراعية بروح الحمد لله، يعني كل مزرعة عندها بئر خاص بها. لكن البئر الشرب هذا خاص بالحي السكني. الحي السكني هذا في حال ما تنحل الأزمة إلا في وجود حفر بئر ثاني، يعني عرفت؟ لأن حتى الناس كيف يوصلوا، التوصيل عشوائي، كل واحد موصل من مكان بعيد على الطوب الخارجي، والطوب الخارجي علم الله أنه غير صالح للشرب ولا غير صالح للاستعمال من خوفا من التلوث البيئي. طيب أنتم في المجلس البلدي أكيد خطبتوا الجهات المسؤولة، كيف تفاعلوا مع ما تفضلتم به مع طلبكم؟ خاطبنا جهات مسؤولة وكلهم يقولوا إن شاء الله أول فرصة نعطوها هذه المحلات، وفروا الهبير وفروا الهبير، وماشية بالوعود فقط، يعني ماشية بالوعود فقط، زي بن حارث زي قبر عون ومندرة، كل ماشية بالوعود. طيب لو وضعت المشاهد سيد عمر في صورة حفر البئر، هل هي من الصعوبة بمكان حتى لا تلتزم الجهات العامة بتعهداتها المقدمة إليكم؟ لا والله ما فيش أي صعوبة بالنسبة من ناحية الحفر، إذا تبنت الجهة إن أسهل شيء عندنا أنا في خط الوادي اللي هو حفر البئر. يعني ما في أي صعوبة، لكن المشكلة أكيد في الميزانية عندهم، مثلا من الميزانية اللي بتحفر البئر. أنتوا في المجلس البلدي مش مخصصة لكم ميزانية تشغيلية وخدمية؟ هل وصلتكم قبل كل شيء أم أنها لم تصلكم من الأساس حتى أنكم عجزتم عن القيام بهذا الأمر بمفردكم وبعيدا عن الجهات الحكومية؟ لا، وتواصلنا مع وزارة الحكم المحلي، وفي المنصة عطتنا بيرين كبلدية من ميزانية 24، اللي هي بئر في قبر عون ومندرة، وبئر في الأبيض، منطقة الأبيض، حتى منطقة الأبيض في الحقيقة حتى تعاني من شح المياه. يعني حتى منطقة الأبيض تعاني. فالقيمة اللي عطتها لنا في المنصة لوزارة الحكم المحلي 370 بئر عمق 255، ولما رجعنا للمقاولين قالوا هذا يحفر مليون وليس 370، يعني القيمة قليلة. تو قاعدين الآن ندورها في منطقة الأبيض ومنطقة قبر عون، قاعدين نستنى في المقاول اللي يقول إن شاء الله أنا نحفر لكم البئر هذا، وإن شاء الله راح يتحقق على أرض الواقع، وإن شاء الله أن توصل الناس للمية، وإن شاء الله تطلع مية عذبة صالحة للشرب. أشكرك شكرا جزيلا عضو المجلس البلدي بنت بي عمر عبد العزيز على كل هذه التفاصيل. سنكون على تواصل معكم لإطلاع على آخر التحديثات فيما يتعلق بأزمة شح ونقص المياه في هذه المحلات الأربع. شكرا لك. أما الآن مع جولة لأهم الأخبار الرياضية. نعم، مع الزميل مازن الرجوبة. شكرا لكم. جولة في آخر الأخبار الرياضية، أهلا بكم. يختتم منتخبنا الوطني لكرة القدم داخل الصالات، يختتم السبت القادم معسكره بالمغرب ضمن برنامجه التحضيري لكأس العالم المقرر بأوزبكستان في شهر سبتمبر القادم. وعقب عودته إلى ليبيا سيدخل منتخبنا معسكرا ثانيا بالعاصمة طرابلس بداية من 8 من الشهر الحالي، على أي توجه في 17 من الشهر ذاته إلى البوسنة في معسكر خارجي أخير يسبق السفر إلى أوزبكستان التي تستضيف المونديال. أعلن الأهلي طرابلس مساء اليوم عودة لاعبه الدولي حمد الهوني لصفوف الفريق بعد تجربة احترافية مميزة خاضها اللاعب في البرتغال وتونس وأخيرا بالمغرب. الهوني اختار العودة لفريقه السابق بعد حوالي 10 سنوات تنقل فيها اللعب بين دوريات البرتغال ثم تونس مع الترجي التونسي وأخيرا مع الوداد البيضاوي الذي كان تجربته الأخيرة خارج ليبيا، ليشكل الهوني إضافة قوية للأهلي طرابلس في الموسم المقبل على الواجهتين المحلية والقارية.
وقبل ذلك قال عضو اللجنة التسييرية لنادي الأهلي طرابلس أسامة طليش أن النادي تعاقد مع مجموعة من اللاعبين المحترفين لتعزيز صفوف الفريق في مشاركته الإفريقية، مؤكدا عمل الإدارة على توفير كل الاحتياجات. بداية نعتذر لجماهير نادي الأهلي على عدم توفيقنا في السداسي في البطولة، وبإذن الله مرحلة وعدت. عقدنا اليوم أول اجتماع في اللجنة التسييرية، وسنعمل على ترتيب بيتنا الداخلي وحنغيره تدريجيا، هنغيره تدريجيا سواء إدارة سواء عمالة سواء في كل شيء يعني اللي يحتاجه الأهلي حنقدموه. بالنسبة للمشاركة الأفريقية قمنا بتعاقد مع محترفين، أكثر من محترف لتحسين الفريق، وتو قاعدين نديروا في اتصالات مع الفريق المنافس ان حنستضيفوا المبارتين في طرابلس. أعلن نادي الأخضر تعاقده مع المدافعين أحمد صالح القادم من الاتحاد وأحمد شلبي الذي لعب للهلال في الموسم الماضي، وذلك لتقوية خط دفاع الفريق في الموسم الجديد. وتأتي هاتين الصفقتين بعد ساعات فقط من إعلان ضم الثنائي السوداني مازن محمدين القادم من المريخ والمهاجم أحمد القداري لاعب الأهلي طرابلس، بالإضافة لضم الحارس معاذ المنصوري من نادي أبو سليم ولاعب الهلال المعتصم التايب. بشر فريق التحدي تحضيراته للموسم الجديد من الدوري الممتاز. مدرب الفريق ناصر الأحضري أشرف على الحصص الأولى لتدريبات الفهود تمهيدا لتقييم اللاعبين ونواقص الفريق قبل وقت كاف من انطلاق الموسم الجديد الذي من المفترض أن ينطلق منتصف سبتمبر القادم بحسب رئيس الاتحاد الكبير لكرة القدم. هذا وسيخوض التحدي غدا الأحد أو عفوا الجمعة أولى مبارياته التحضيرية للموسم القادم بمواجهة الأهلي بنغازي ضمن فعاليات مهرجان صيف بنغازي. شارك وفد اللجنة الأولمبية الليبية في اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد اللجان الأولمبية الإفريقية التي عقدت بالعاصمة الفرنسية باريس على هامش دورة الألعاب الأولمبية. الحضور الليبي تمثل في رئيس اللجنة الأولمبية الليبية جمال الزروق والأمين العام خالد الزنكولي في الاجتماع الذي تطرق لعدد من المواضيع التي تهم الرياضة الأولمبية في القارة الإفريقية، أبرزها الألعاب الإفريقية المقبلة والألعاب الشاطئية الإفريقية والنسخة القادمة من أولمبياد الشباب المقرر في دكار بالسنغال. إلى خبر آخر، يخوض العداء أحمد السبعي غدا الجمعة سباق 100 متر جري ضمن منافسات ألعاب القوى بالألعاب الأولمبية بباريس، ويسعى السبعي خلال هذه المشاركة لتحقيق رقم ليبي جديد على الأقل وإنهاء السباق في ترتيب متقدم على خلاف النتائج المتواضعة للبعثة الليبية في الأولمبياد الحالي. كما يواصل الرباع أحمد أبو زريبة تحضيراته للمشاركة في منافسات رفع الأثقال بأولمبياد باريس 2024. أبو زريبة يجري تدريباته بقاعة تدريبات رياضة رفع الأثقال بدورة الألعاب الأولمبية بالعاصمة الفرنسية بإشراف المدرب الوطني صلاح الدين الأدهم. هذا ويبحث أبو زريبة عن تقديم أداء مشرف في منافسات الأثقال التي ستنطلق في 10 أغسطس الجاري. تستعد الفارسة المغربية نورة السلاوي لتمثيل العرب في دورة الألعاب الأولمبية في منافسة فروسية التريثليون لتكون أول امرأة عربية تشارك في هذه المنافسة. تمثل المغربية نور السلاوي العرب في رياضة الفروسية والتي تنقسم إلى 3 تخصصات وهي الترويض والسباق وقفز الحواجز، وسترفع نور لواء العرب لأول مرة في هذه الرياضة. معلومة أنا فخورة بزاف زعما تمثل في اللعب الأولمبية
كانت واحد الاكسبيريونس مانيفيك، وان شاء الله بغيت نرجع ومازال نكبر بالمغرب ونكبر بالعربية والأفريقية ان شاء الله. المغربية البالغة من العمر 29 عاما التي أكملت دراستها في إنجلترا لقيت مساندة كبيرة على كل الأصعدة بما فيها عائلتها التي رافقتها إلى باريس. أنا بعد فخور كثير كأب بنتائج ديال بنتي في هذا الميدان، ودائما تمنيت تكون واحد الحريفية في الفروسية، واللي عاونها هو قرات في الإنجليز ووصلت واحد البلاد في الفروسية كان عندها واحد الأهمية كبيرة. نور ستشارك في لعبة تتطلب درجة عالية من التناغم والتماهي بين الفارس وفرسه حتى ينجحا معا في تخطي المراحل الثلاث بنجاح، وبتواجد نور في هذه الرياضة أولمبيا تكون قد حققت النجاح. تنطلق الجمعة بطولة ليبيا للشراع صنفي الأوبتيميست والليزر بشاطئ كورنيش حي الأندلس بالعاصمة طرابلس. السباق سيقام على مدار 3 أيام وباستضافة نادي ليبي لليخوت، إذ يسعى اتحاد اللعبة لاختيار النخبة من الرياضيين من خلال هذه المنافسة لتمثيل ليبيا في البطولات العربية والإفريقية والدولية القادمة. يواصل المنتخب الوطني لكرة السلة على الكراسي المتحركة تحت 23 عاما يواصل تدريباته استعدادا لبطولة شمال إفريقيا التي تستضيفها ليبيا، وهي النسخة المؤهلة لكأس العالم. المنتخب الوطني بقيادة المدربين الجزائريين أحمد جعجع والطاهر عبد القادر سيدخل المنافسة التي تستضيفها ليبيا بحثا عن خطف بطاقة التأهل إلى كأس العالم، رغم المنافسة القوية مع منتخبات المنطقة الأولى وهي مصر والجزائر وتونس والمغرب، بالإضافة لمنتخبي موريتانيا والسودان. وصلنا لختام جولتنا الرياضية لهذه الليلة، أعود مرة أخرى إلى محمد وسميرة، إليكما. شكرا لك. بحث وزير النفط والغاز المكلف خليفة عبد الصادق مع السفير القطري في ليبيا خالد الدوسري إعداد مشروع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في المجالات المختلفة بقطاع النفط. وأكد عبد الصادق وفقا لما نشره المكتب الإعلامي للوزارة أهمية الشركات العالمية في المساهمة في تطوير واستكشاف المناطق البرية والبحرية وإمكانية استفادة البلدين من تبادل الخبرة في مجال قطاع النفط والغاز. من جانبه أكد السفير القطري على ضرورة فتح أبواب التعاون في جميع المجالات بليبيا وكل ما من شأنه أن يساعد في دعم التنمية والاستقرار. قال عضو مجلس إدارة شركة البريغا لتسويق النفط ميلاد الهجرسي إن الشركة أعدت خطة استراتيجية لعام 2024 متمثلة في التوسع في إنشاء منصات تعبئة الغاز الفورية، وذلك سعيا منها لوضع حل جذري فيما يتعلق بتوفر الغاز وعدم نقصانه. وأفاد الهجرسي في مداخلة مع الأحرار أن الشركة بدأت منذ أسبوع بحملة دورية موسعة على موزعي الغاز، وذلك لردع المخالفين منهم وعدم السماح لهم باستغلال المواطنين وبيع الاسطوانات في السوق السوداء، مشيرا إلى أن فرق التفتيش ضبطت عددا من المتاجرين والمخالفين لأنظمة السلامة بحسب قوله، مضيفا بأنه سيجري افتتاح عدد من المنصات في المنطقة الجنوبية أولها بمدينة برك الشاطئ الأسبوع المقبل بسعة إنتاجية تقدر ب 1200 اسطوانة يوميا. أكد المركز الوطني للامتحانات الخميس إلغاء امتحان 20 تلميذا وتلميذة خلال امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للدور الثاني في مادة اللغة الإنجليزية، وذلك لمساهمتهم في الغش داخل قاعات الامتحانات. وأضاف المركز أنه أعفى 32 عضوا من لجان الإشراف على الامتحانات، من بينهم رؤساء لجان ومراقبين ومتابعين وملاحظين، وذلك لتقصيرهم
في أداء مهامهم بحسب قوله. هذا وأعلن المركز في وقت سابق اختتام امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي الحالي لطلبة التعليم الأساسي، وذلك بعد إجراء امتحان مادة اللغة الإنجليزية. هذا وقال مدير عام المركز الوطني للامتحانات أحمد مسعود إن موعد اعتمادي وإعلان نتائج شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي للدور الأول سيكون يوم الخميس المقبل. وأوضح مسعود في تصريح للمكتب الإعلامي بمركز الامتحانات أنه تم تنفيذ الملاحظات الواردة في تقرير التفتيش التربوي على جميع المواد، وذلك خلال تصحيح أوراق إجابات الطلبة. قرر وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة موسى المقريف إنهاء الندب لكافة المعلمين سواء المنتدبين على سبيل التفرغ التام أو بالإضافة إلى عملهم الأصلي، والذين أجرى ندبهم للعمل بالوزارة وإعادتهم لجهات عملهم الأصلية. هذا واستثنى القرار الذي نشرته وزارة التعليم الخميس المعلمين الذين كلفوا بوظائف قيادية أو إشرافية مطالبا إدارة الموارد البشرية بديوان الوزارة حصر كافة المعلمين والمعينين على وظيفة معلم ممن يحملون مؤهلات تربوية والذين نقلوا للعمل بديوان الوزارة. نظم قسم اللغة الفرنسية بكلية الآداب بجامعة طبرق النسخة الثانية من مؤتمر اللغة الفرنسية. وشهد المؤتمر مشاركة عدد من البحاث من داخل البلاد وخارجها. المزيد في سياق هذا التقرير نتابع. صعوبات، احتياجات، اتجاهات ومستجدات، شعار اختاره قسم اللغة الفرنسية بكلية الآداب بجامعة طبرق للنسخة الثانية من المؤتمر الدولي الثاني لعلوم الفرنسية، الذي جاء فيه عدة محاور تحاكي اللغة والأدب والتطور في اللغة الفرنسية فضلا عن أهميتها في ليبيا. كيف نحن في ليبيا المشاكل اللي ممكن تجينا عن طريق اللغة، وكيف نحن نكون شبابنا من اللغة الفرنسية اللي هم زي مثلا حرس الحدود والناس اللي تشتغل على الحدود واللي عندهم اتصال يومي مع مجتمعات ناطقة باللغة الفرنسية كالنيجر وتشاد إلى آخره. أكثر من 35 ورقة علمية نوقشت خلال جلسات هذا المؤتمر التي امتدت لثلاثة أيام تحاكي علوم الفرنسية وتطورها ودورها في ليبيا. عمق البحوث المنشورة في هذا المؤتمر سواء من الجانب المحلي الليبي أو من الجانب الدولي، وليبيا ليست دولة فرنكوفونية ومع ذلك نجد كثير من البحوث في هذا المؤتمر. مشاركة في هذه المؤتمرات وتنظيم هذه المؤتمرات من قبل ليبيا في مجال هذا طبعا حيزيدها ويضيف لها الكثير والكثير في مجال اللغة وانتشار هذه اللغة والتعريف بها. تحاول جامعة طبرق أن تولي اهتماما كبيرا للتخصصات العلمية من خلال تنظيم أحداث علمية بطابع دولي لتبادل الخبرات بأكبر قدر ممكن، في خطوة منها لتنمية التعليم الأكاديمي وإكساب البحاث خبرات جديدة. انطلقت الخميس بكلية التقنية الإلكترونية في بن وليد ورشة عمل بعنوان تصورات مستقبلية واستراتيجيات تعزيز الحوكمة والإعلام وسيادة القانون. وتهدف الورشة بحسب القائمين عليها إلى توسيع قاعدة المشاركة في مقترحات تعزيز الحوكمة، كما جرى مناقشة عديد المحاور أهمها آليات الوصول إلى العدالة. طبعا جينا احنا من منظمة سينمار والشراكة المجتمعية تورغة للمشاركة في هذه الورشة، ويعني الخروج بمبادرات تخدم الحوكمة الرشيدة وسيادة القانون. جينا اليوم للمشاركة في ندوة حوارية بخصوص تعزيز سيادة القانون والحوكمة الرشيدة. الندوة ضمت عدة شخصيات، منها أعضاء مجلس البلدي، منها شخصيات علمية وثقافية من عدة ثقافات ومن عدة مدن ليبية، لتعزيز أو للخروج بمبادرات تعزز سيادة القانون في ليبيا وتعزيز الحوكمة الرشيدة داخل
ليبيا. مشاهدينا بهذا وصلنا إلى ختام النشرة. نترككم الآن مع حوارية الليلة تصحبنا فيها الزميلة مروة العنش. إلى اللقاء. إذن المجلس الأطلسي يدعو البعثة الأممية في ليبيا إلى عدم الدفع نحو تشكيل حكومة ثالثة وإعطاء موافقتها لحكم نخبة جديدة في البلاد. فما دلالات هذه المخاوف وواقعيتها؟ وما المخرج من حالة الجمود التي تغلف العملية السياسية؟ بعد الفاصل.